بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم على النمونيا. النمونيا is the most common and important disease in pediatrics. patient admission in hospital غالبا من اهم اسبابه هو النمونيا. الاوبجيكتيف اللي هنتكلم عليه النهارده عشان ما نطولش هو الايتيولوجي اوف ذيس بيدياتريك نمونيا، الكلينيكال مانيفيستيشنز اوف ذيس بيشنتس and management of pediatrics pneumonia وemphasizes على الcommunity acquired pneumonia عشان في other types of pneumonia زي الhospital acquired pneumonia and nurse care acquired pneumonia. classification بنقسمها يا طبقا للأسباب اللي عملاها يا طبقا لشكل المكان اللي تأثر بيها. etiological classification or pathological classification أو anatomical classification. etiological classification زي اللي قدامنا كده: بكتيريا، مايكوبلازما، فيرال، فانجل، بروتوزوال، اسبيريشن، الرجيك او هايبوستاتكس، وطبعا ديفرنت اورجانيزمز موجوده جنب كل واحد فيهم. وده تيبل بيبين الديفرنت اورجانيزم اور باثوجينز از ريجارد الايج، كل مرحله سنيه في اورجانيزم كومون ان افكت العيان ده، وفي وبقيه الاورجانيزم مش في حصانه ان في سن معين ضدها، لكن هو في كومن. زي مثلا ما اجي اقول الفيرست يير اوف لايفز غالبا بيبقى ده في الفيرال انفكشن والستاف انفكشن بتبقى موست كومن. لما ما اتكلم عن المايكوبلازما اقول ان هو السكول ايج جروب او اولدر 5 يير وهكذا. لكن التيبل ده بيوريني الاورجانيزمز او الباثوجينز از ريجارد ايج اللي بتقابلني از ريجارد ايج. طب الاناتوميكال كلاسيفيكيشن دي بتعتمد على الجزء اللي اتاثر من اللانج تيشو، فممكن تكون لوبر واخده لوب على بعضه نسميها يونيلاترال كونسوليديشن ان وان اور مور لوب، ودي غالبا بيكون سببها بكتيريا او برونكو نمونيا لوبيولار نمونيا، ودي بتبقى باتشي افكشن باتشي كونسوليديشن along the distribution of the bronchial tree may be viral or bacterial، او interstitial نمونيا ودي بتبقى bilateral small foci of consolidation along the distribution of the small bronchioles، ودي غالبا واخده الفيرال واخده المكان اللي بيتأفكت بالفيرال اورجين. يعني لما تكون واخده لوب بتبقى غالبا بكتيريا، لما بتكون انترستيشال وسمول فوساي بتبقى غالبا فيرال، اما البرونكو نمونيا فممكن تمشي حاجه من الاثنين. طيب ايه الريسك فاكتورز اوف نمونيا؟ لانج ديزيز، اناتوميكال بروبلم، جاسترو اسوفاجيال ريجيرج ديزيز، نيورولوجيكال ديس اوردرز that interfere with protection of the airway or compromising the airway cleaning. برضو ال disease that affect or alter the immune system زي ال immune deficiency على سبيل المثال وال hemoglobinopathies. طيب ال pathology أو ال stages of pneumonia. Number one, stages of consolidation within 24 hours of infection. يبدا يحصل الكونجيشن ده كاركترايزد باي مايكروسكوبيكالي باي فاسكولار كونجيشن اند الفولار اديما، ميني بكتيريا اند فيو نيوتروفيلز ار بريزنت. طب الريديباتيزيشن من اسمها هيبقى فيه بلاد، هيبقى فيه ار بي سيز، بتاخد يومين لثلاث ايام بعدها 2 تو 3 دايز افتر سو كولد بيكوز اوف اتس سيميلاريتي تو ذا كونسيستنسي اوف ليفر. It's characterized by the presence of many erythrocytes, neutrophil, descamated epithelial cell, and fibrin within the alveoli. وده اللي بيخليها liver consistency، يعني فيها نوع من sensation or like liver. والرد نتيجة وجود الRBCs. طب الgray hepatization دي بتاخد يومين لثلاث ايام from 2 to 3 days after the lung is gray brown to yellow because of fibrino virulent exudate disintegration of RBCs and hemosiderin. وطبعا changes in color اللي بيحصل في RBCs هو اللي حصل او اللي غير اللون from red to gray hepatization. Stage of resolution is characterized by restoration of the pulmonary architectures, fibrous
fibrinous inflammation may lead to resorption or to organization and the pleural adhesion. يعني هنا بنسميها stage of healing or stage of complication بناء على اللي هيحصل عندي. السلايدز دي بتبين على شكل يعني اللي يشوفها الاول وهلة is like liver, liver piece of liver, وطبعا الهيستولوجي بتاعها باين ده الكونسيستنسي بتاعها like liver والشكل بتاعها red like liver. دي الجراي هيباتيزيشن وباين فيها change of color وبرضو الهيستولوجي اللي احنا سبق ان احنا شرحناه في الشريحة السابقة. What is the clinical picture? Clinical picture عادة بتبقى constitutional manifestation, يعني manifestation عامة بتخص يعني preceding viral infection زي أو البكتيريال infection, بيظهر upper respiratory tract infection, fever, toxic appearance, restlessness, anxiety, tachycardia, refusal of feeding, زي ما احنا شايفين كلها بنسميها general manifestation. Other manifestation برضو تخص GIT برضو بعيد عن respiratory tract symptoms, disturbance زي diarrhea, vomiting, anorexia, abdominal distension, abdominal pain, واحيانا يبقى عندي nuchal rigidity like meninges, وده مهم جدا. Cause of nuchal rigidity غالبا بتبقى في النمونيا اللي بتبقى affect the apex of the lung, والcause of abdominal pain غالبا بتبقى في النمونيا اللي بتبقى بيزل نمونيا اللي هي adherent to the diaphragm, ودي ممكن تكون من ضمن الحاجات اللي ممكن نضمنها ال MSQ. All the following cause lead to severe abdominal pain except, وضمن الحاجات احط مثلا حاجة مثلا chronic amebiasis, حاجة من اللي هي تبقى خادعة في شكلها لكن مش ظاهر انها تعمل بين, بينما حط النمونيا انت مش هيجي على بالك خالص ان النمونيا ممكن تديني سيفير ابدومينال بين لايك اكيوت ابدومين, وده بتبقى شيء نادر بس دي بتحصل فعلا في عيانين الاكيوت ابدومينال بين اللي معاهم بيزل نمونيا. من ضمن المانيفيستيشن برضو الكوف ستارت دراي زين برودكتيف ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس بالفور جريدز بتاعتها اللي احنا عارفينه. السلايدز دي بصراحة يعني هي احنا عاوزين برضو يبقى الكلام مضغوط ومنظم, بتبين لنا المانيفستيشنز او السيمتومز والساينز واللابراتوري فايندينز بتظهر امتى وبتكمل معايا ازاي. يعني ممكن نلاقي مثلا الهيديك ده ظهر من دي زيرو ومكمل معايا حتى بعد ما العيان ما تحسن وبقى في الكونفالزن ستيج. الفيفر ظهرت في الاول وعلى الاسبوع التاني اختفت سبسايدز. السور صوت كان مقدمات زي ما قلنا, والكوف تظهر من الاول وتكمل للاخر. لكن السبيوتم الدلنس الراليز زي ما احنا شايفين بتظهر في مراحل البرودكشن اوف سكريشن, زي ما اتفقنا لما هنراجع الستيج اوف نمونيا واحده منهم خدت 24 ساعه, بعدها باتنين لثلاث ايام بدا يحصل الريد هيباتيزيشن, زين الجري هيباتيزيشن يومين ثلاثه زيهم, وبعد كده حصل ريزولشن. هي دي المرحله اللي بيبدا يحصل فيها التشينجز او الاصوات اللي انا بسمعها. يبقى هنا ظهور الساين او السيمتومز ديبند اون الستيج اللي عندي او الباثولوجي اللي عندي. برضو مهم في الاشعه دي او في التيبل ده اللي بيوريني ان الاكس راي في عندي واتس كولد اكس راي لاج, يعني في ممكن يبقى العيان احسن من الصوره او يكون اوحش من الصوره. يعني دايما اكس راي فايندنج عندي ممكن يبقى فيه لاج بسيط يتاخر عنها, ممكن يكون خف ولسه عندي مانيفيستيشن, ممكن عين يكون تعبان ولسه ما ظهرتش قوي, لكن هي بتبقى بتظهر التغيرات عندي طبعا ابتداء من الاسبوع الايام الاولى في الاسبوع الاول وبتستمر معايا لنا, وده الحكم من ضمن الاشياء اللي بحكم بيها على التحسن في النمونيا. كلينيكال امبروفمنت دي حاجه, اللاب امبروفمنت دي حاجه, والثالث بتاعهم راديولوجيكال امبروفمنت. الحقيقه WHO ايج سبيسيفيك كرايتيريا فور تاكيبنيا هي اللي بتحدد العيان ده عنده تاكيبنيا ولا لا, ودي طبعا اشياء معروفه as regard the age من في الفيرست يير او في from year to 5 years او above 5 years, كل ايج منهم له ريت معين, لو زاد عنه بسميها تاكيبنيا زي ما احنا شايفين هنا. chest finding lobar or bronchial pneumonia يبقى فيها غالبا early diminished breath sound,
بيبقى فيها scattered crackles رونكاي fine crepitation. stage of consolidation هنا ببقى عندي bronchial breathing برونكوفوني. وقلنا في عندنا حاجات معينة ترتبط ببعضها كلينيكيا، يعني لما يكون عندي consolidation يعني في حاجة هتعمل transmission للساوند from bronchi to the chest wall، هقدر اسمع bronchial breathing ده في breathing sound، هقدر اسمع برونكوفوني دي في criteria of the sound، وممكن اسمع او احس بالبالبيشن تكتايل فوكال فريمتس. بينما لو هدخلنا في resolving stage هيبقى في secretion موجودة هتديني coarse crepitation. improving of breathing sound هيحصل في المرحلة دي. طب interstitial pneumonia هنا chest sign are usually minimal or absent within يعني with tendency for prolonged expiration and expiratory wheezing. وما ننساش هنا في الانترستيشن ان احنا حوالين السمول اير واي اللي ممكن تعمل انكروشمنت عليها وتعمل ناروينج، وده السبب ان انا ممكن اسمع ويز في عيانين الازمه دول. الانفستيجيشن اللي هتبقى عندي هنا اللي هستخدمها طبعا بعد اللاب انفستيجيشن، يعني احنا هنا بدأنا يمكن بالتشيست اكس راي والراديولوجيكال لان انفستيجيشن عشان دي اهم عندي في المرحلة دي او في التشيست. فاللوبر نمونيا هيبان بشكله طبعا هوموجينس اوباستي انفولفينج وان اور مور لانج لوب. برونكو نمونيا هتبان سكاترد باي لاترال اوباستي ان بوث لانج. الانترستيشيال نمونيا هتبان سكاترد باي لاترال بيري هايلر بالمونري انفلتريت. تمام. السي تي و شست ان كومبليكيتد كيسز اونلي، يعني احنا كبنها مش معنى كده ان احنا لما نيجي نسال نقول ايه اللي نعمله نقول شست اكس راي زين سي تي، لا ده احنا بنعملها عيانين اللي انا شايف نو امبروفمنت، شاكك ان في كونجنتال انوماليز، حاسس ان هو بدا يخش في ابسس، الفايندنج بتاعته مش مريحاني، يعني دي مش هنعملها من الاول. طيب دي بعض الصور اللي بتبين لنا الاكس راي. فدي مثلا بتمثل الانترستيشيال نمونيا، شايفين المنطقه اللي هي متاثره هي الانترستيشيوم او الميدل وان ثيرد من اللانج. الصوره دي بتبين لي تيبيكال الرايت ميدل لوب بشكله تريانجل، البيز بتاعته على الشيست وول والايبكس بتاعته ناحيه الهارت، ودي بنسميها رايت ميدل لوب نمونيا. ومعاها طبعا في برا نيمونيك افيوجن باين طبعا في الكوستوفينيك انجل مقفوله. هنا طبعا ما فيش شكل تريانجل لكن في اسندنج فيوجن موجود عندنا، بري نيمونيك افيوجن بسيط موجود، وفي عندنا لور لوب نيمونيا على الرايت سايد. الصوره دي بتبين ليفت لور لوب نيمونيا، نفس الصوره السابقه بس على الايه على الليفت سايد. الصوره دي بتبين طبعا حاجه مميزه جدا، في هنا نيماتوسيل او كافيتي موجود مبينه السي تي طبعا تحت اللي هو نيماتوسيل، ودي من الكرايتيريا بتاعت الستاف نيمونيا. زين وات از ذا لاب انفستيجيشن؟ نمبر 1 بنعمل حاجه اسمها واتس كولد سيبسيس تراد سي بي سي اي اس ار وسي ار بي. ده اهم حاجه عندنا. السي بي سي هبين لو كان في لوكوسايتوزس يبقى ده بكتيريال، لو كان في لمفوسايتوزس يبقى ده فايرال، لو كان في ايزونوفيل يبقى دي ازماتيك او الرجي. الاي اس ار برضه من الحاجات والسي ار بي اللي بتزيد مع البكتيريا الانفكشن وما بتاثرش او بتزيد بدرجه قليله جدا في عين النمونيا. الاي اس او تتر طبعا ستكوكال نمونيا بتزوده. الكولد اجلوتينين تيست از سبيسيفيك فور مايكوبلازما نمونيا. الكالتشر اند سنسيتيفيتي فور سبيوتم بلورال فلويد اند بلاد عشان نشوف البكتيريا الموجوده او البكتيريا النمونيا نوعها ايه، وحاجات يعني برضو ممكن بنقولها ثريتكال شويه عندنا اللي هي الفيرال ايزوليشن اند سيرولوجيكال انفستيجيشن، ودي يعني في الفيرال نمونيا بس احنا مش بنعملها عندنا. ايه كومبليكيشن اوف نمونيا؟ والله على مستوى اللنج ممكن يتحول لابسس، يحصل كولابس، يحصل نيماتوسيل انسو. طيب على مستوى البلوره يحصل بلورزي، يحصل افيوجن، يحصل امبييما،
على مستوى الهارت كارديو فاسكولار سيستم يحصل لي بريكاردايتس اند هارت فيلير. طيب توكسيك مانيفيستيشن زي سيبسيس المننجسموس قلنا سبيشالي النيكروجينيتي اللي تحصل مع الايبيكال نيمونيا والسايات سندروم اللي هي سندروم اوف ان ابروبريت انتي دايريتك هرمون سكريشن. ومن هنا بيبقى فيه شويه تعليمات المفروض في النيوتريشن والفلويد ثيرابي بنقولها في العينين اللي عندهم نيمونيا اللي هي فلويد ريستريكشن هيتقال عليها في وقتها. What is the differential diagnosis? Differential diagnosis هو ازاي افرق العيان بتاعي عن الازر ديزيز. فطبعا هي عندي respiratory distress يبقى هفرقه عن other cause of respiratory distress. عندي cause of fever عندي other cause of fever. Other cause of prolonged cough. هنا differential diagnosis of type of pneumonia. الحقيقة الجدول ده بيتميز ان هو او stable differentiate between different common type أو specific type of pneumonia. فلما أبص بالفرق ما بين النيوموكوكال نيمونيا والستريبتوكوكال نيمونيا والستاف نيمونيا والهيموفلس إنوان نيمونيا والكريبسيلا كل واحد فيهم بيشيل كريتيريا معينة. الحقيقة هو أنا رأيي في الجدول إن هو الفروق مش واضحة لكن في حاجات كاركترستيك في كل نوع. يعني مثلا لما أجي أمسك مثلا the most common bacterial pneumonia والإيج بتاعه تحت 4 سنين ده النيوموكوكاي، التاني قال لك 3-5 يعني الفرق تهي الفرق مش هزنقك فيه لانه هو تقريبا قريب منه. لكن لما اجي اقول ان الاستاف نيمونيا تحت عمر السنه يبقى لا، يبقى الاستاف ده از امبورتنت اورجانيزم بلوانير. لما اجي اقول ان المايكوبلازما اباف 5 ييرز يبقى لا، ده مهم جدا. لكن الهيموفلس انفلونزا برضه تحت الثلاث. طب الكليبسيلا ايه اللي بيميزها؟ مش سن، اللي بيميزها ديبليتيتنج تشايلد، عيان ضعيف جسم ضعيف. طيب في الكلينيكال بيكشر نفس الكلام زي ما قلت، يعني النيوموكوكاي مودريت نيمونيا كوملي كومبليكيتد باي مننجيز، ده يدينا احساس انها تاخد الايبيكال بارت شويه. طيب في الستريبتوكوكاي هقول مودريت كلينيكال بيكشر ويز هاي فيفر اند شيل ار كومن، برضو حاجه مش مميزه انا رايي الشخصي. سيفير نيمونيا في الستاف ده وارد. ايه بقى اهم حاجه؟ انها بتاعه الكومبليكيشن. وايه هو اهم كومبليكيشن فيها اللي هنلاقيه في الاكس راي بعد كده؟ هو ان في عندي نيماتوسيل قليل جدا من الانواع النيمونيا اللي بتعمل لي كافيتيشن، واحده منهم الستاف والتانيه الكليبسيلا. طب ما تيجي نفرق بينهم على طول واحنا فيهم دلوقتي، هتفرقهم ازاي؟ اولا ده عيان تحت عمر سنه غالبا، ده عيان ديبليتيتنج اللي هو الكليبسيلا ملوش عمر محدد. الاستاف هيكون سيفير ومعاها هاي فيفر في عيان سترونج، بينما ده عيان بيبقى صادن بس بروجريسيف والعيان بيكون ديبليتيتنج. تمام، العيان هنا بيبقى الفيتاليتي والكومبليكيشن بتاعته اعلى في عيان الكليبسيلا، بينما الاستاف هو سترونج بيشنت بس الايج بتاعه هو اللي قليل او صغير. بالنسبة للهيموفلس انفلونزا نكملهم، بتبقى انسيديوس اونست اند برولونجد كورس اوفر ويك. الهيموفلس انفلونزا بتبقى لوبر ميبي برونكو نمونيا، وانا برضو شايف ان دي مش حاجة مميزة قوي لهم لان النمونيا في الاطفال غالبا ممكن تبقى لوبر برونكو او برونكو نمونيا. لكن المميز زي ما اتفقنا هنا بعد ما بنخلص الجدول هو الايج جروب بتاع العين الستاف تحت 1 يير، بينما بتوع المايكوبلازما 5 يير اور مور. الكليبسيلا بتبقى في ديبليتيتنج بيشن، الكافيتيشن بيكون موجود مع مين؟ موجود مع الكليبسيلا وموجود مع الستاف، مع الفرق بتاع العين ده والعين ده. طيب الدراج تشويس في نمو كوكل البنسلين والفانكومايسون اف ريزيستنت. طب الستريبتوكوكاي بنسلين. طب الستاف كلوكزاسيلين اور فانكومايسين. طب الهيموفلس انفلونزا ثيرد جينيريشن كيفالوس بولن. طب في الكليبسيلا ده ميكروب سيء في عيان ديبليتيتنج، فبالتالي ما بهزرش معاه، ببدا على طول باميكين اميكامايسين مع اميكاسين سوري اور ميروبينام اللي هو الميرونام والتايلام. نبذة صغيرة عن الميكوبلازما نيمونيا، هي كومون زي ما قلنا من شوية في السكول ايج جروب،
بتبقى فيها سبازموتيك كوف وزود سيجنيفيكانت ريسبيرتوري ستريس مينيمال شيست ساين مي ابير ليتر، بنسميها ووكينج نمونيا. الاكس راي بتاعتها فيها بري هايلر لور لوب انفلتريت سام تايم لوبر كونسوليديشن وافيوجن. الحقيقه اهم ما بيشخصها هو الايج بتاعها، تاني حاجه انها بيتعمل لها حاجه اسمها كولد اجلوتينين ان ذا بلاد مي سبورت ذا دايجنوزس، وهي كومبليكيشن بتاعتها زي اي نوع نمونيا، بس هو انكلود حاجه بتزيد عليهم انكلود الاوتو اميون هيموليتيك انيميا والانكفلايتس اند ستيفن جونسون سندروم. تريتمنت بتاعها مميز، يعني انا لو انا هيخيروني في النمونيا هسميها ايه اللي يميز الميكروبلازما النمونيا، او ثلاث معلومات الاساسيه بتاعتها. نمبر 1 انها كاركترستيك ايج بتاعها اللي هو سكول ايج، نمبر 2 الكولد اجلوتينين تيست اللي عندنا، نمبر 3 انها الكومبليكيشن بتاعتها، نمبر 4 والاهم التريتمنت بتاعها سبيسيفيك اريثرومايسين اور ازيثرومايسين اور كلازيثرومايسين. وده شكل التيست بتاعنا ازاي، ان انا باخد السيرم بتاع العيان على البلاد هيعمل لي اجلوتينيشن على الكولد وزود هيتين. فيرال نيمونيا من الحاجات اللي احنا بنقول the most common scores in preschool is، لا هي المفروض كمان يعني الاصح انها في الفيرست نيونيت والانفانسي. كلينيكال بيكشر طبعا preceding upper respiratory tract infection. المايلد فيفر is a characteristic finding and good general condition. حتى يعني العين بيبقى مميز ان هو شكله يعني هو من خصائص الفيرال زي البرونكيولايتس، ده بخلاف اللاب طبعا اللي انا هلاقيه كله سبورتيف ان هو مفيش عندي لوكوسايتوزيس، ولو كان فيه هيبقى ليمفوسايتوزيس، اي اس ار مش عاليه، ولو عاليه هتبقى حاجه مايلد اليفيشن وهكذا. السي ار في تريتمنت سبورتيف طبعا وانتي فايرال العينين الاميون كومبرومايز. تريتمنت اوف نمونيا، اي ديزيز ده جنرال مانجمنت سيمتوماتيك مانجمنت اند سبيسيفيك مانجمنت. الجنرال مانجمنت هنا بريست ادكوات هايدريشن لايت دايت. طيب اف سيفير ريسبيرتوري ستريس دي نقطه هنتكلم عليها بقى، مش عندنا بس، في هنخليها الكوز اوف ادميشن، خليها بعد ما نخلص ده. طب سيمتوماتيك فور فيفر فور كوف فور شيست بين. طب الانتيبيوتيك هو قانون عندي في الانتيبيوتيك اس كالتشر اكوردنج تو كالتشر this is the rule according to culture and sensitivity if available. clinical feature and x-ray may suggest the cause if the causative bacteria is not known. وده هيكون مميز زي ايه، مثلا لو انا لقيت العيان عندي الايش بتاعه صغير وعندي نيماتوسيل يبقى انا suspect هنا نيمونيا. لو العيان بتاعي debilitating وعنده cavitation staph نيمونيا. لو العيان بتاعي ديبليتيتنج وعنده كافيتيشن ويبقى هنا سسبكت كليبسيلا. طب يبقى انا اقدر اقترح الانتيبيوتيك وابدا بيه نوت وزود ويتنج الايه الكالتشر سنسيتيفيتي لغايه لما تطلع النتيجه بتاعتها اللي هي ممكن تفاجئني وتطلع نيجاتيف. انتي فايرال اف فايرال نيمونيا اوكير ان اميون كومبرومايز بيشن اونلي. طب تريتمنت اوف كومبليكيشن اللي بتحصل بقى، تريتمنت اوف هارت فيلير اسبيريشن of non-resolved effusion and intercostal tube for embayema. وان كان المعروف ان النمونيا لو بتعالج صح البارانمونيك effusion غالبا امبروفد معاه. هنا السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، امتى اعمل ادمشن للعيان؟ هل كل عيان عنده نمونيا هحجزه؟ لا مش صح. العيان اللي هعمل له الادمشن ده هو العيان اللي محتاج oxygenation cannot tolerate the breathing in normal oxygen in room oxygenation او cannot tolerate في oral feeding، يعني مش عارف يرضع مش عارف ياكل من الدستريس اللي عنده، او مش عارف بيحصل له cyanosis من في room oxygen او room aeration العادي محتاج oxygenation، وده مش هيكون غير في المستشفى. طب ايه الكريتيريا بتاعت ان هو يخرج؟ هيخرج في حاله واحده، هيخرج لما يتحسن يرجع تاني للفيدنج بتاعه ويرجع تاني العيان لان هو يقدر توليريت الاكسجينيشن او الريسبيريشن في نورمال روم تمبريتشر او روم اكسجينيشن. ثانك يو فيري ماتش.